اهلا وسهلا فيكم اليوم على صفحة حيدر الكترونيكس. اليوم اعزائي المشاهدين بدنا نستعرض جيمنج هيدسيت مميزة من شركة لوجيتك اسمها G933، وبدنا نعمل لها انبوكس نشوف كيف بتجي. مثل ما شايفين اعزائي المشاهدين 7.1 سراوند جيمنج هيدسيت، يعني الصوت بهيدي الهيدسيت حيكون رائع جدا. اعزائي المشاهدين، اي شخص بيلعب جيمنج وبحب الالعاب بحب يحصل على هيدسيت تكون ممتازة، تعطي اكيد صوت رائع بالاضافة الى اريحية هو عم بيستخدم استخدام طويل. اعزائي المشاهدين خلينا نعمل انبوكس لهيدي الهيدسيت الرائعة، نفتحها بهيدا الشكل. مثل ما شايفين هيدا الهيدسيت الشكل الديزاين، عم نحكي نحن على ديزاين سوبر رائع. اكيد العلبة كتير مرتبة بس نحن بدنا نركز على الهيدسيت اللي هي الاساسية. خلينا نشوف كيف تجي ونحكي شوية تفاصيل. اول نقطة واللي هي الاهم، كرمال انت تلعب اكتر، كرمال انت يعني تلعب وقت اكتر تكون مرتاح، الدينة تكون مرتاحة، هيدي بدها تكون كبيرة. سو الدينة حتفوت تقريبا بقلب هيدي، اوكي؟ ما حيكون في شيء على دينتك اللي هو ضاغط على الدينة، لا، حتكون الدينة بقلب هيدي وحتكون مرتاح جدا وحينحصر الصوت هون. فتصور انت بدل ما يكون الصوت هيك، لا، الصوت حيصير دينتك بقلبها، هذا الشيء كتير ممتاز كرمال الصوت، اوكي؟ مثل ما شايفين. طيب هون شو عنا؟ طبعا كاتبين ريموف بانل، هيدي ريموف بانل نقدر نحن نقيمه، اوكي؟ هيدي البطارية، هيدي هون عنا مثل ما شايفين اعزائي المشاهدين البطارية، اوكي؟ نرجع منسكرها. طيب هيدي الميلة شو عنا؟ نفتحها، عنا اليو اس بي، هيدا اليو اس بي اللي نحن بنقدر نشكل مثل ما شايفين، هيدي هي اليو اس بي. كمان بنحط هون اكيد الهيدفون جاك، بنحطه هون بهيدي الشكل، بنشك اليو اس بي كمان، اوكي؟ بنرجع بنضبه اكيد، بنحطه هون، بنرجع بنحطه بهيدي الشكل، اوكي؟ هون تمام، يعني هي تقريبا مثل ماجنت، هول ماجنت مثل ما شايفين، بنحطهم بهذا الشكل. هون عنا ازرار تحكم، طبعا هون الباور اون، بنعمل لها باور اون، وعنا هون ازرار تحكم مثل ما شايفين، وهون اكيد الار جي بي، بنقدر نعلي الصوت ونوطي الصوت. كمان بالاضافه مثل ما شايفين اللون الرائع، الالوان الرائعه يلي بتعطينا اياها، بالاضافه اكيد للقماشه الموجوده هون، قماشه مريحه جدا. شوفوا كيف تجي هيدي القماشه، هي قماشه مريحه جدا يعني للاستخدام الطويل. فصار عنا هون قماشه فوق الراس مريحه، ما في شيء شادد تقريبا، وعنا هون كمان الدينه بقلب هيدي، فنحن مرتاحين، ما في شيء شادد على الدينه ومضايقنا. هيدي كرمال اكيد الاستعمال الطويل، بالاضافه للديزاين المرتب ان كان هون او هون، بالاضافه للالوان، بالاضافه اكيد للامور اللي نحن بنقدر نعمل لها كوستمايز. ممكن نقدر نعمل لها كوستمايز اللي هي هون G3 G2 G1. كمان عنا هون كبسه اللي هي الميوت للمايكروفون، اذا نحن كنا عم نحكي مايكروفون حاطين المايك، اوكي؟ من تحت هون عنا اليو اس بي، ومن هون عنا كمان الهيدفون جاك يلي بنقدر نشكها من هون لليو اس بي اللي فرجيتكم اياها، بنوصل الشريط عادي طبيعي. خلينا نشوف كمان شو بيجي بالعلبه. بالعلبه شيء كتير ممتاز، طبعا بيعطين هول، اذا بحال نحن انتزعوا هول اللي عنا واي شيء تاني بنقدر نحن نغيرهم. سو بيعطين هاي الامور كرمال نغيرها. طيب بالاضافه ل الشريط هذا الرائع، هذا الشريط اللي نحن بنقدر نشرج اكيد الهيدفون فيه او الهيدسيت فيه، اوكي؟ بس الحلو بالموضوع انه شغلين على موضوع الضيان، عاملينه هيدا من نوع من القماش مثل ما شايفين هذا الشريط. سو حتى هن شغلين على موضوع الاكسسوارات انه تكون بكواليتي عالية، بالاضافة اكيد لشريط مثل شريط الفيديو، اوكي؟ هيدا بنحطه بقلب الهيدفون، اوكي؟ في توصيلات هون كمان نقدر نوصلها، اكيد في مانيوال نقدر نحن نشوف كيف بدنا نستعمله، الامور يلي جاي معها كيف بدنا نستعملها بالتحديد. بالاضافة كمان لهيدي بتحول من هيدفون عادي لا الصغير اكيد مثل ما شايفين، اوكي؟ بهذا الشكل. وبنهايه هذا الفيديو اعزائي المشاهدين ما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، شاركوا هذا الفيديو اذا لقيتوه مفيد مع اصدقائكم، لا يلي بده اكيد يشتري هيدي الهيدسيت يعرف العلبه من جوا كيف بتجي، شكل الهيدسيت كيف بيجي، وهيدي التفاصيل كلها. اعزائي المشاهدين بتشكركم لمشاهده هذا الفيديو، والى اللقاء.